السلام عليكم، حياكم الله ملزلزين من كالبزير. راح نكمل الحلقة الثانية من هيدن أجندة. قبل أن نبدأ لا تنسون اللايك، التعليق، الشاهي، الاشتراك وتفعيل التنبيهات. نبغى نوصل 500,000 خلال أسبوع إذا تقدرون، يعني لأن اليوتيوب يقول ما راح توصلها إلا خلال 30 يوم. 30 يوم أحس إنها كثيرة يعني، فأنتم الملزلزين يمديكم تقلصون المسافة هذه وتخلونها نقول مثلا يعني أسبوع. يمدي تنشر القناة عند أخوياك، عند أي أحد محب للألعاب، والسلام. أهم شيء يكون محب للسلام. سايمون، كيف حالك؟ صامد. إن العمل يتضاعف عند وجود معتوه طليق. جالس أراقب سايمون، أنا شوف تحركاته، أقرأ لغة جسده. حسنا يا رفاق، اهدأوا واسمعوا. هاي اسمعوا، فقدنا شرطيا، فقد شخص آخر من الخدمة، وكان الأمر سيسوء. أعلم أن هذا سيكون شاقا. لم يعتقد أحد أنه سيشهد يوم سقوط جاك كالبري. مسكين، لقد كان، لنتحدث بصراحة، لم يكن من النوع المحبوب، ولكنه منا، ولن نتغاضى عن هذه الجريمة. ريكز، أشك فيه. طيب الحين شو أقول أنا؟ ما آخر أخبار الشاهدة؟ شو أخبارها الشاهدة؟ ولا أقول أتظن حقا أنه قاتل المصائد؟ مستبعد انه يكون كالفري هو قاتل المصائد، مستبعد، لكنه يعرف منه قاتل المصائد. عذرا ايها الرقيب، ما اخر اخبار الشاهدة فذات الليل؟ بلاغ عام عنها وعن ادم جونز، سنعلمك بالمستجدات. اللي استدعاها قبل يموت. سنتعامل مع الجريمة على انها لقاتل المصائد حتى يثبت العكس. من وفين المحتمل طيب ان يكون جوناثان فين يحرك الاحداث من وراء الستار. شوف، النائب العام فليسيتي غريفز ستساعدنا في التحقيق، هي على علم بأسلوب قاتل المصائد وعلينا مساعدتها. هذه الوحيدة البريئة، محققة مستحيل تكون متواطئة. افحصي قضايا قاتل المصائد القديمة الخاصة بكالفري، نبحث عن أي روابط أغفلناها. جالس أفكر أنه للحين مشاكين في فين، ما له ترى مسكين. تقييد أجن أكيد، ولا أقول أقوم بالأعمال المكتبية، يعني جدي ما تقول أتزرع له، يعني بعد تباني أقوم خلي منضبط وما أثير الشبهات حولي كثر ما أثروها من أول، يعني هم مثيرينها من أول، ها؟ ولا أحد يتهمه، ترى هذا أعتبره يعني تمثيل، يعني يمثلون عليها أن هي الفاسدة وهي لا، هي مسكينة ترى. أجل بالطبع مفهوم. حسناً، وقت العمل. تذكروا، جاك كالفري يشاهد عملنا من العالم الآخر، فلنكرمه. كرموه بالذكرى الطيب، مو تقعدون هذا. مرحباً سيدة غريفز. غريفز هذه هي الوحيدة اللي تساعدنا. من الصعب خسارة منصب مهما ساءت الأمور. شكراً لاهتمامك. شكراً. سأعلمك بأي جديد. حين رأيت فين في السجن عرض مساعدته، إذا وأنا رفضتها. إن كان آدم جونز حقيقيا فقد نجده. حسنا، الأمر معقد، نحتاج أمرا قضائيا لإخراجه من المشرحة. حسنا، واو، حظا سعيدا. سأتحدث إلى القاضي، إن عثرنا على خيط حقيقي علينا تفقده. هذا النبي قد يكون مفيدا. دعم ولا فين؟ خطير جدا. لا دعم، لما أقول خطير جدا ما في خطر من هذاك الشخص الأقرع، لأن إذا حطه يوم دخلت عليه، يوم كانت عنده أحد الضحايا في البداية، ما كانت عنده نية أنه يهاجمني، وكأنه ما حسيت أنه ما هو المجرم، يعني حسيت أنه ملقن ويجلس ينفذ خطوات آدم أو طرف ثالث راح نعرف منه. قد يكون مفيدا. أتمنى هذا. سأتحدث إلى القاضي فانستون، وإذا وافق أتقولين التفاصيل؟ أجل، إن خرجت من الزنزانة. طبعا عندي هنا أحلى شيء، عندي كل حاجة. مكيدة، أهناك مشكلة؟ ماذا؟ أتظن حقا أن لي علاقة بالأمر؟ بحقك يا مكيدة. تتهمني أنت؟ أوه لا، بحقك يا توم. تحركي رجاء. كفو، حشرته. تعال، بنات الناس لعبة عندك أنت، ما لا تأخر صح؟ لا، بنات الناس لعبة عندك أنت، أقعد تقول أنت وأنت،
إزعاج، لما لا تثق بي؟ ولا قلق علينا أن نصدق بعضنا البعض؟ أنا أقول أريد معرفة لما لا تثق بي؟ بيكي لما؟ اسمعي، خلافك القصير مع كيلفري لم يكن سرا، ستثار أسئلة. رجال مات خلاص طرحها. كنت أظن أن زميلي سيكون في صفي. عليك التأكد أن هذه الأسئلة لها أجوبة. حسنا أعلم كيف الأمر، بإثبات كالفري فقداني للدليل سأنتهي. أجل الدافع، كيف لم يحاسبه أحد على أفعاله؟ سيلحق الأمر به في النهاية أعتقد. لا فكرة لديك، صور صديقاته دون علمهن وقضته إحداهن لنشره مقطعا بينهما على الإنترنت، فأسكتها براتب 6 أشهر. مقزز. أجل، سيطرحون أسئلة وبالتالي ابتعدك أفضل، فلما أعطاك سارج الملف؟ ما أعطاني الملف ها؟ تبي تعرف لي ما أعطاني الملف صح ولا لا؟ أقول ظننته شريكي، ظننتك شريكي، ولا أقول لا تضغط علي حبطه. أنت زميلي يا توم. وكيف لي أن أنسى؟ يفترض أننا فريق واحد. يفترض. لا أنصفك لأنني زميلك، تحت من عيني، لا أنصفك لأنني صديقك، وأصدقاؤك هنا كثيرون. لماذا كلفك ريكز بالقضية؟ يريد التخلص مني. ربما ريكز بيتخلص مني. يظنك ستجدين شيئا. الرقيب ريكز أنا يا توم، يا توم لا تخليني أنكبك. تمديك تكون أوه. يدعي جوناثان فين إذن أن آدم جونز مسؤول عن جرائم قاتل المصائد في 2012. هذا ما يدعيه. والآن جريمة قتل المحقق جاك كالفري. أجل، أتصدقين؟ شفت يا القاضي، يبدو منطقيا. لدي شكوك. الوقت ملائم بالتأكيد، لكن أظن أنه يقول الحقيقة أو جزءا منها على الأقل. لا لا هذا لا ما يظهر. لا، هل تحدث أحد إلى جونز؟ تم اعتباره ميتا لسنوات. يصعب تصديق هذا صحيح؟ حتى إن كان جونز موجودا، كيف تثقين في أن فين يستطيع تعقبه؟ والله ما يساعدني إلا النائب العام، هي الوحيدة اللي راح تجيب لي خيوط كثيرة عشان نحل سالفة آدم. أقول لن نعرف ما لم نجرب، ولا أتفائل وأقول أعتقد أن بإمكانه مساعدتنا. لا أعرف ما هي الحقيقة، لكن أعرف أنها موجودة ونحتاج لوقت لاكتشافها. تريدين إطلاق سراح قاتل متسلسل مدان لاكتشاف الحقيقة لفترة قليلة ليوصل الشرطة إلى آدم جونز. تكفى تمتلئين بالمفاجآت آنسة غريفز. أما أنا إن كنت في موقعي ماذا كنت لتفعلي؟ بوافق. غامض ليس مكاني للاختيار. أظنه يساعدنا. إن أطلقت سراح فين ليوم واحد تحت الحراسة المسلحة، فربما نستطيع إنقاذ رجل بريء من إعدامه بالخطأ. بالضبط. فهم. أرجوك تكفي القاضي. حسناً أنسة غريفز، سأطلق سراح جوناثان فين مؤقتاً تحت حراسة الشرطة، لكن لثلاث ساعات لا أكثر. بس. شكراً. ما بدنا نتمشى اصلا في الشوارع الا خلصت 3 ساعات هذه. خاف بعد ذاك خبر. لاحظوا دقيقه الورقه الرابحه، دقيقه قبل كل شيء. شو تسوي هذا؟ آدم جونز كان مع في تدعت بيكي لمسرح الجريمه الاخير. اجتمعت الشرطه لمناقشه جريمه قتل كالبري. واجهت بيكي شريكتها بشأن سلوكها الغريب. أخذت فليستي غريفز قصة فين للقاضي فانستون. بحثت بيكي عن أدلة في ملفات قضية قاتل المصائد. اللعبة بطلة يا جماعة الخير، والله حلوة. يلا نرجع ثاني مرة. في لاس بالماس في نفس الوقت، ومات في الحريق الذي أدى إلى غلق المكان. والآن وفقا لفين، شب آدم ليصبح قاتل المصائد. ولكن كيف هذا؟ غير منطقي. والله تعجبني انها يعني خلنا نحقق ملجأ لاس بالماس ولا عامل من لام
لاس بالماس ولا أول ضحية لقاتل المصائد؟ أول ضحية منو كان أول ضحية؟ اللي هو الحانوتي صح؟ عادي نقدر نحقق فيهم من البداية. الحانوتي الهدف الوحيد الذي لا يملك فين دافعا لقتله مسكين. ولا علاقة لملجأ لاس بالماس. تدعي الأرملة أنها ليس لديها فكرة لما يريد فين قتل زوجها. ربما بعد 5 سنوات يتغير رأيها. سأبحث إن كانت تريد الحديث. شلون تبحث ذي؟ تروح لها يعني؟ والله حلوة القصة. جل رحنا البيت الحانوتي. حانوتي! أجل سيدتي ماذا تريدين؟ ميتا حانوتي يكون طبعا. احترام أود أن أتحدث عن زوجك ولا أنا مع الشرطة. والله إن قلت أنا مع الشرطة طب تسكر الباب في وجهي. وين هذا؟ ما في؟ لا ما عندي سوالف مع الشرطة. لا خلينا نقول أود أتحدث عن زوجك. أود التحدث عن زوجك. من أنت شرطية؟ لا شيء أخبرك به. وهل أنا قلت حريم ويفهمين بعض الحين وهذه كرشتني على طول. عدم مبالاة، أنا مراسل، أنا محقق. يا ليتني قلت من الأول من الشرطة. لا هي قالت من الشرطة ما أعطيك وجه. أكذب أقول أنا مراسل؟ هي لا تنسون أنها تكذب دائم تخفي على أدلة وكي فهي فاسدة يعني. أجل أنا محققة، أود أن أسألك بعض الأسئلة عن زوجك. حقا؟ أين كنتم حين استغثت بكم لتوقفوه عن ضربي؟ أين كانت الشرطة؟ لديك أسئلة وربما ليس لدي الوقت لأجيبك. حسنا أستخبرينني بما تريدين معرفته؟ شف كرشتني. نسف لأنه عملك هكذا ولا رفض كان ينبغي أن تخبر الشرطة. آسفة لأن زوجك كان يعاملك هكذا، يبدو أنه انتظر ذلك. أجل هل هذا ما تريدينه؟ أود أن أعرف إن كان زوجك استدعى أي فتاة ليل. أتمزحين؟ لديه علاقات مع جميع أنواع بائعات الهوى، توقفت عن حصر علاقاته. وهل؟ سيدتي هل سمعت عن أحد يدعى آدم جونز؟ طفل يدعى آدم كان يساعد زوجي قبل أن يفقد وظيفته كحانوتي، لكن منذ فترة. هذا هو؟ ربما كبر قليلاً؟ أجل ربما. أجل متأكدة؟ دققي أكثر. تأكدي شو؟ أجل إنه هو. شكراً لك سيدة جونسون. أكرش أهم شيء تأكدت لي أنه هذا. من بعد ليكون آدم؟ جالس يراقبني آدم. الحقي شكله هو آدم. العيد ما أدري سويت أنا. يا ليل تركت أثر وراي يعني. ماش ما جبت صح، ما جبت صح البداية. بسرعة ورا المشكلة هذا يأخرني. الله يقطعت نطلعي ورا. يخرب بيت هاللعبة دي. مهلا وقف. مهلا مهلا هويتك ها؟ ما الذي تريده؟ يا حنينة أنت اقبضي عليه. راح نشيط الولد. ها 609 في ملاحقتي مشتبه به مجهول. راح الله يهديك. طوله متوسط. رنصوات داكنة. عبد الله أنت اللي طحت عركبت. مفروض أني أكون أكثر نباهة. معليش أنا اللي غلطان. أنا يا بيكي أنا. ما لك ذنب أنت. كان يفترض أني خليت تلحقي. مارني خرجت من مكتب القاضي فانستون وقد سيطلق سراح فان تحت الحراسة. سأتجه لمنزل في شارع هوفمان. سأقابلك. أجل
كل شيء بخير؟ يبدو أن آدم جونز ربما كان يعمل مع الحانوتي. مع الحانوتي كنعم. حسب معلوماتي حدث ذلك بعد مقتله المفترض في الحريق. هذا أمر خطير، إنه حي. هناك مزيد. أحدهم تعقبني. ماذا؟ أنت بخير؟ أجل. لكن مو آدم لتعقب حين رأيتهم. ربما لا شيء، فهذه المنطقة ليست أفضل مكان. أتوقع مو آدم. ربما. أراك في المنزل. هذا فين؟ تحت الحراسة المشددة. حتى إعدام فين 20 ساعة باقي. ابتسامة ثقة ذي وكبرياء. ساعديني ولا تتركيه يفعل شيئا. أوه يمكنه المحاولة. بنات انتبه. لا تفكر في أي شيء. ساعدت برؤيتك. كيف هي القيود؟ لا أشعر بأصابعي إن كنت تسألين. ستساعديني أم لا؟ فعلا يشبه اللي في جناح التنويم نسخة. طيب ماسك الكنترولر ليه؟ يمديني أوقف اللعبة من هنا. في خيار. بيكي لم تقدم حجة غياب جيدة ليلة مقتل كالفري. هذا الإجابة العيد فيني. بيكي عثرت على كاميرا مخبأة في مسرح الجريمة. خلوكم فاكرين اني ساعات اجيب العيد. طيب تخفيف الاصفاد ولا تشديد الاصفاد؟ هذا اتوقع ما لها علاقه في مسار قصتنا. تخفيف يعني ما فهمت. لا هذا مجرم. وين هج؟ وين راح؟ تقعد تقول ليتني وليتني. تخفيف. تفضل. شكرا. اذا هل هذا مكان ادم بعد الملجأ؟ هذا مكان نشأة آدم. مجرم قاتل. تبهن ها؟ يجيب شنطته معه. عبد الله عاد يا أخي تمارس حياته اليومية بشكل طبيعي صح؟ عشان نائب عام يعني خلاص تتجرد من هلا. يبدو لي أنهما افترقا. يبدو. أمهلنا دقيقة. تكفى. ابدأ الجولة يا قائد. من هنا. جوناثان واضح انه يعني شخص مسالم بطبيعة شيء يعني. هذه الغرفة هنا. ها؟ هنا بات آدم عندما هرب. لم يأتي احد منذ سنوات. لم اقل انه سيستقبلنا. كشف الأدلة بسرعة بسرعة مهمة. ترى كشف الأدلة في أدلة انا ما كشفتها في الحلقة اللي راحت وكانت السبب في ان هذيك تموت. تدرون ولا لا؟ يلا يلا. طيب هو بس خلاص تلدنا. والله في الحقيبة ذيك حملتها وما تديك. ما أدري. أتقولين إن هذا ملكه وليس لأحد المتعدين؟ لن يجرؤ أحد. هالكلام ذا متى؟ زمان يعني. يفترض إن يمكن توه شباب صح؟ قديم السالفة. لا إن كان طفل. شلون ما مات؟ أفهم. هذه الجريدة اللي فيها عن الحريق. تضليل. إنه ميت. ما كل هذا؟ كان والد آدم يكافح الآفات. لا تقل لي. كان ماهرا للغاية. يمدي ينطحنا في قرعته يضربها وتطيح ويستلم الثاني. المصائد بالطبع. الشيء الذي ورثه آدم عن أبيه هو قتل الآفات. الآفات اللي هي القواقع. سارج يطلب إنهاء الأمر. عثرنا على شيء نحتاج لدقائق. أعطونا فرصة. كيف انتهى الأمر بآدم في الملجأ؟ حسنا. لقد كان والد آدم مخمورا دائما يضرب زوجته بوحشية إذا انتعضت. توحش. في ليلة لقمت البندقية وفجرت رأسه أمام آدم.
هدف القاتل من كان يضرب زوجته هو الحانوتي، سكير آخر. حكم عليها بالمؤبد دون السماح بزيارات من طفلها. لا يهم إن التقطت البندقية أم لا، الأب كان سيقتلهما على أي حال. هذه هي العدالة لدينا. ها؟ شفتوا كيف؟ حياته طفل يعني كانت مريرة. ما أدري ليش تذكرت شخصية من أحد الألعاب. كانت حياته بعد مريرة تجاه العالم وقرر أنه يسوي طقوس خاصة فيه. يبعد قلبي والله. المهم دهشة، حكم القاضي كان قاسيا ولا جاد؟ القتل جريمة. شو لحظة مارني كذا كأنه يعني ما هي في مود يعني انها تجاوب تسولف تاخذ وتعطي. لا نتائج جيدة في قضية كهذه. انها لم ترى صغيرها، هذا قاسي. انه القاضي فانستون. انت تمزح. أسأمزح في امر من حكم بإعدامي؟ بعدها شنقت والدة آدم نفسها في زنزانتها. يا إلهي. ثم نقل آدم إلى لاس بالماس من وضع سيء إلى أسوأ. يا الله، بعد ما قتلت زوجها سجنها القاضي نفسه وانتحرت من هذا. هل يعقل أنه راح قتل الحانوتي عشان نفس الطريقة يعني؟ نكمل. لن تصدق ما فعله بنا رومينسكي وهذا العامل الحقير. حاولنا مواجهتهما بالطريقة المثلى، طلبنا الشرطة الدائرة الثالثة ولم يكترث بنا أحد حتى أخصائيتنا الاجتماعية. لذلك بمجرد أن خرج آدم من هذا المكان البشع خطط للانتقام وأطلق الطقوس 21. أنا آسف. أوكي خلونا نكمل. الضباط عرف أماكنهم، خطط لكل جريمة بدقة. من اللي تواطأ معه من الدائرة الثالثة؟ تماما من سيجيب على الاستدعاء وماذا ينتظرهم. فشلت الشرطة وفشل الأهل وفشل النظام. ما المتوقع؟ تخلصنا ممن أذونا. منطقي، بس أكيد في شيء غلط. في شيء غلط في الموضوع. القرار ليس لي، ولا أقول تأكيد سأجعلهم يدفعون الثمن. إن تأذيت مثل آدم؟ أجل، كنت لأنتقم. ماذا؟ استغربوا. كنت أعتقد أن آدم هو الوحيد الذي يرى العالم على حقيقته. هذه يسمونها ويتغاضى عن التفاهات. أسايس اللي أنا أعرف السبب. والأحقاد التي تملأ قلوب البشر. شفت شلون؟ وهذه قدرة للرب فقط. كذا. أشكرك لسماعي. بعد هذا الوقت جيد أن أسرد القصة. أكيد. في أي وقت؟ هناك أمر آخر. ماذا؟ الرهينة. حين التقطيني دانييلا كاردناس. دانييلا؟ حسناً. كانت دانييلا وأختها إيزي معنا في لاس بالماس. عانتا مثلنا. والله. لم تتخطى إيزي الأمر وتعاطت جرعة زائدة. علم آدم أن دانييلا قد تفعل أي شيء للانتقام من رومينسكي. دانييلا الحين سلبت مع رومينسكي. هذه القصة أصبحت قديمة، ولا سأعلن الأمر. دهشة. أيها الواغ. يا إلهي، الرهينة شاركت بهذا. الضابطة 609، نحتاج إلى تعميم بلاغ عن مشتبه جديد. دانييلا كاردينياس، أكرر، نحتاج إلى تعميم البلاغ فوراً. لم تكن كاردينياس رهينة لقاتل المصائد، لقد كانت شريكة. يتشاركون من ورانا. عبد الله، ايه، دانييلا معه في البداية، وما انا طالع فيها اقول حرام مسكينة. حقة؟ كمل. سأتصل بسايمون. ان دخلت اخت دانييلا المشرحة فسيساعد في القضية. ستكونين بخير. دخلت أختها المشرع. اذهبي. أهلا. لا أعلم، لست متأكدة. الغالي وقف، لا تحرك. تعتقدينني أكذب؟ شيئا فشيئا، لكن من دون دليل أن آدم ما زال طليقا. يمكنني الإثبات. لا يمكنك. محقة،
ليس في هذا الوضع. أنت المحتمل أن فين يبغى يطلع نفسه من ممكن هو يطلع قاتل المصايد بيطلع نفسه من الموضوع. فسالفة جر سالفة سالفة جر سالفة فعرفنا أن دانييلا متشاركة معه يعني مجنون. اسمعي، لن يكشف عن نفسه وأنا مراقب، ولكن وحدي يمكنني استدراجه وتسليمه على طبق من فضة. وإن كنت محقا القاضي فانستون لن يوافق على هذا. والله ثلاث ساعات له بس. سأضع جهاز تنصت، يمكنك اقتفاء أثري. لا، ربما يفلح. لا، حكمك الإعدام. أنسيت؟ على جرائم لم أرتكبها، هل نسيت ذلك؟ انظر، هناك شيء سهوت أن أذكره. أوه أرجوك أخبرني. أخبرني آدم أنني إن وجدت نفسي طليقا من السجن سيراسلني فورا. استهبل. هذا حقا؟ سنجعل الأمر وكأنني غلبتك ولن يعرف أحد. ولد هذا شكل. أنا لا أصدق أنك تقترح هذا. أجل صدقي، إنها الطريقة الوحيدة لإمساكه. انظري لي، أستطيع هزيمتك. تخسي وتعقب. ستصدق الشرطة وسيبدو هذا حقيقيا. يبي يضربني يعني بهج. 75422 ليعد للحجز فورا. يبي يضربني بهج يعني تمثيل. تلقيتك، أرجو أن تنتظر التأكيد. قرعته كذا. الغضب صمتا ولا كيف ستعثر علي؟ كيف ستعثر علي؟ كيف ستعثر علي؟ لدي علاقاتي، سأعثر عليه، فقط اتركيني. والله لا تصادق يا عبد الله. هيا افعل. تراني جبت العيد هنا مرة، مو جبت الأعياد كلها. ها ها جريبز الحين شكت. مرحبا، سينتهي الأمر. مرحبتين. سوي نفسها الطايحة الحين نضربها يعني، عرفت كيف؟ ها إذا سوت نفسها ذكية يعني، أما إذا هجت وياه نكبة يعني. لازم أمثل إني انطقيت. بيكي، أوه تبا، نحتاج مساعدة الآن. مثلت إنها انطقت، كويس، معناتها فاسدة، تم الإثبات. الله يستر، وثقت في فن، الله يستر، الله يجيب العيد فيني. السفاح الشهير الذي يعرف باسم قاتل المصائد هرب من السجن قبل أيام من مواجهته بجرائمه. جوناثان فين مسؤول عن مقتل متلقي الإغاثة طوال 5 أعوام، وقد حذر المسؤولون من خطورة فين ومن يراه عليه إبلاغ السلطات. فين بريء حتى تثبت إدانته، لا أحد يتهم فين أبدا، لا أحد يسقط الاتهامات على الشخص بالنسبة لي يعتبر بريء. أريد أن أعرف الآن كيف حدث ولد. ذلك ولد تراك شيء يما، هذه ضيعتن علومها زين. يفوقني قوة منطقي جدا، الرجل قوي وبنيته جسمانية يعني تهد الحيط، فممكن عطاها واحدة كذا بالهذا وطاحت، أو أقول اعتذار لم يكن ينبغي أن أكون وحدي، وهذا اللوم راح يقع على النائبة العامة غريفز لأنها كانت وياي وتركتني. ولا والله يعني من المنطقي أن أقول يفوقني قوة. لم تكن وحدك معه، إنه ضخم، ماذا كنت لتفعل؟ ولماذا لم يره أحد يغادر؟ بك لا تحولي أنت الملامة. يا لها من فوضى، ولكن علينا التركيز في الأمر وسنلقي القبض على هذا الوغد. ما الوضع يا توم؟ تطرده المارشال الأمريكية بينما نتحدث. حسناً، ساعدهم فيما يريدون. بيكي، حتى نتحقق من الأمر راجع الملفات. ما تلاحظون أنه دائم يصرفني على الملفات؟ وكل ما لقال شغلة قال روح يدوري ملفات. يشوفني بس بمشي كذا بالممر. ها بيكي، شو عندك هنا؟ والله رايح للمكتب، لو سمحتي روح شوف الملفات. تعرف اللي بيزحلقني كشو يصرفني. ولا تهذب وأقول أجل يا سيدي، وأكون الخاتم في إصبعه هو يا توم، وتوم هذا ترى والله ما هو عاجبني أبدا، لا ريغز ولا توم. تخيل الحين كذا بنص وأنا جالس كذا فكر كذا، ما كانت طولتي وأنت تفكرين السالفة للحين ما وصلت.
سيدي أظن أنني سأكون أكثر إفادة في الميدان. لا تصرف. بيكي لما لا تلتزمين بملفات القضية؟ توم، وسأتولى الأمر. ماذا؟ كذا ولا كذا أنا. ما خطب شريكتك؟ تبدو متورطة وترتكب أخطاء. ما الذي تفكر به مارني الآن؟ أتثق بها؟ لا أعلم. احذر منها. ما تخافون الله؟ ما تخافون الله فيني؟ كلكم ضدي، كلهم ضدي. أنتوا لاحظوا الله من في عائلك، من سواياك عبد الله. راح تطرق المجرم. أطلقت بنية على أن نمسك آدم وليس لأي أهداف أخرى. هذه القضية الأولى حقت الحنوتي سوت زي كذا، شلون عاد القضايا الثانية؟ إيش بتسوي؟ الملجأ. يلا خلنا نشوف ملجأ وبيت الأمل. إن كان هذا القتل مرتبطا بملجأ لاس بالماس، فإن الأب رومانسكي في مركز عمليات القتل. مؤسف أن باقي رجال الدين صمتوا في نفس اللحظة التي بدأت فيها الأمور تسوء. مؤسف. ولكن فين قد أخبر فيليسيتي أن رومانسكي كانت لديه غرفة سرية في الملجأ، ولكن لم نعثر على هذا في تسجيلات الشرطة. علي العودة إلى لاس بالماس وأفتش في الأمر ثانية. عدد ساعات الهروب 2. ها 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 ها، واحد جالس يصورني. المفروض أنه أعدم، أعدم وليس أعدم. نفتش في الملجأ، في واحد ورا يراقب، أعطاني كذا كذا صورة حلوة يعني. يا خبلة، طاح منك شيء يا خبلة. ما قاعد نعلم، حنا ندرس من جديد. المفروض أنها تنتبه الأغراض اللي تطيح منها سهوا. الله يستر. ايش رايكم في الالعاب اللي كذا؟ هل تبغون يعني العب العاب زي كذا يعني؟ على حسب يعني، اذا انتم لكم رغبه في تصويت فوق، تضغط على هذا وتلقى تصويت فوق. شوف شوف اذا انت يناسبك هذا النوع من الالعاب وتشوفني فيه يعني، صوت. هذه هي الغرفة السرية مثلا. يلا لازم يكون سريع ونكشف لدنا. صورة والله مرة. الثالث وينه؟ اللوحة. حسبي الله. في لاق خفيف كذا. حرام راحت علي. الدليل طيب اللي فوق. باب سري، مو باب سري، هذه الغرفة السرية، غرفة المراقبة السرية. ما في شيء اسمه مراقب عبد الله، في اسمه غرفة سرية. غرفة سرية، عفوا. ماذا تخفي هذه الغرفة يا ترى؟ أوه مرحبا يا سيدات، يبدو أن الأب رومانسكي زبون دائم. رومانسكي عادة. واو، هذا وانت الأب؟ ها هذه علومك. أنا شفت البوسترات دي اللي حاطة هنا غسل يدي، حاط الزر تحت يعني عشان ما حد يدري.
ترى باقي اللوحة حلوة، في شيء مكشفنا دليل مكشفنا. مهلا، كيف الأمور؟ كيف حال لاس بالماس؟ اكتشاف غرفة لعب رومانسكي، ولا أقول سأخبرك بالمستجدات لاحقا. يا كذابة ياللي إذا أنا أصلا توم ماني مرتاح له، وأحس توم وراه شيء مخبي، وأخاف إني أعلم الحين. آدم عرفت الغرفة، حط الاحتمال ذا. سأخبرك بالمستجدات. مهلا، أعثرت على تيت تيت تيت. سكر في وجهه هذاك الحين، يعطيني صورة وأنا طالع يحسب التوقيت الدخول والخروج. لا يكون هو صايدني أصلا، توم صايدني ومخلص وبس، فقط يختبرني يشوف أنا أكذب عليه ولا صح. المحققة مارني في طريقي لسايمون هيلاري في منزله بعد ساعات. أجل، أفكر أن هناك صلة بين فتيات الليل وعمليات قاتل المصائد، ربما يمتلك هيلاري دلائل فاتتنا. صح، كوني رفيقة به. صدم صباحا من الألعاب النارية. فقط القليل من الأسئلة، لا مشكلة. أربع ساعات لها أربع. محققة مارني. هلا والله. أهلا. آسفة لإزعاجك. خشم كذي. أرجوكي تفضلي. الألعاب النارية إيش سافتها ها؟ علمني. يقولون ها ما فيك أي إصابات. لا أصدق كم اقتربت من. اقتربت من شنو؟ لا أقدر على نطقها. حالفك الحظ. أنت تخبريني جزء من الثانية تيوا. هذا اللي شاكي فيه ملزلزين. على الأقل لا تزال حيا، ولا أقول أكان هذا قاتل المصائب. لا أتعاطف معه لأنه حي حي من شغلة يعني، بس هو يخفي أدلة. هل يعقل أنه كان يخفي أدلة شيء؟ سايمون لا تطل الحديث، أنت حي وهذا المهم. هذا هالشيء بالطبع. أتذكر لاس بالماس؟ الملجأ قضية منذ بضع سنوات، أمر مروع. أجل مروع مو مروع. والأب هناك رومانسكي، يبدو أنه كان يهوى فتيات الليل، مما يجعل القضية تشبه قضية كالفري. والحانوتي فتاة ليل، في شيء مرتبط بينهم. ليلة مقتله فتيات ليل لن تكون مصادفة. ها؟ إلا لو كل رجل في المدينة فاسق. حسنا، أعمل على نظرية تصورية ولكن يمكنك مساعدتي. حسنا. هل عثر على أي شيء يدل على احتمالية أن يكون القاتل امرأة؟ حسنا. بال في روابط مشتركة بين الثلاثة اللي ماتوا، كالفري ورومانسكي والحانوتي، كلهم يهواون حلوة ذي، كلهم مع فتيات الليل يتعاونون. يعني يشترون بائعات الهواء. ولكن الموضوع ما فيه في شخص يقتله، ما هل يعقل أنها أنثى؟ نكمل. كانت هناك أدلة. أجل، توجد احتمالية بالتأكيد. البيانات متاحة؟ بالطبع، حفظت التسجيلات باعتراف فين. أبي خير؟ معذرة؟ لغة الجسد، حك خشمة زي كذا معناتها يخفي شيء. إنها أحداث الصباح جعلتني مضطربا. أجل صحيح. في 2012 حين أمسكنا بفان كان لديه رهينة، دانييلا كارديناس. أتذكر، هل لها صلة؟ أنا بديت أشك فيه أمانة، وبديت الآن ألفت وأصوب نظري عليه. هذا الشخص يخفي شيء، وواضح جدا من لغة الجسد أن الشخص هذا مرتبط بشكل أو بآخر في آدم جونز. ربما يكون هو آدم جونز، أنا ما أدري. طيب خلوني أقول قد يكون هذا لا شيء، يعني رفضت، أو أقول كان كل الأمر ما
مو مكتوب كان كل الأمر، كان الأمر كله مكيدة. مكيدة ولا إنه يعني دانييلا مع فين سوى الحركة ذي؟ لا أعلم، فقط انتابني شعور ما. أي شيء بالتحديد؟ كلا ليس بعد. فهمت. ربما لا شيء. فهمت. لا أعلم، هناك أمر مريب يبدو وكأننا في لغز محكم، ولكن الصورة الأصلية مختلفة. أشعر أن هناك تفاصيل أكثر عن جوناثان فين. لست متأكدا أيتها المحققة. والآن قتل كالفري، ربما فين جزء من المؤامرة، ولكن ماذا إن كان هناك شخص آخر مثلك مثلا؟ شعرت بعدم الأمان فجأة. دانييلا قطعة من اللغز، قطعة صغيرة ولكن مهمة. آدم صديق فين ونجا من حريق الملجأ، عمل لدى الحانوتي، الضحية الأولى، عرفته الأرملة من الصورة. هلا والله، هلا بالخوف والقلق اللي ارتابك فجأة. أنا ما زلت أشعر بالدوار بعد الانتجار. هلا والله طحت عليك يا بس خلاص هو صدته هبدال. أكيد هو، قطعا قطعا أنه يكون هو. اتباع سايمون، يجب انتظار سايمون قطعا. هو اتباع. لحظة، سأنظف المكان. لا ترقع، طي عليه متلبس. شو متلبس يعني؟ هو قريت لغة جسده، حللت نظراته، سحبته في الكلام، طلع هو. صيده. معذرة، أنا فقط. أي أنت فقط صح؟ ما زلت مشوشا. يا الله. لا تقلق، سأساعدك. ساعدي ساعدي. مسكين طلع، مسكين مر مر، ظلمنا احنا يعني. مو هو اللي صور، طلع مسكين رجال بريء مرة. يا الله تصدق شلون ما شكيت فيك من زمان. حسنا، استنفدت الكثير من وقتك. لا يزعجني حقا. أو أعلم أنك لم تستطع إنهاء تقييم مسرح الجريمة، هل يوجد أي شيء سهوت عنه؟ لا أظن ذلك، ولكن شوفوا، خلال يعني متابعتي لأكثر من أفلام ومسلسلات، دائما اللي في اللي يحللون مسرح الجريمة بإمكانهم بقدرتهم المتناهية أنهم يخفون الأدلة بعيدا عن أعين الشرطة. أقرب مثال ديكستر، يعني اللي تابع مسلسل ديكستر فهموا شو أقصد، فهموا شو أقصد. خلونا نكمل. هذا ليس هجوما عاديا، أي من كان مع كالفري غالبا يعرفه. شكرا لك. خلاص أنا أهم شيء أخذت وجهة نظري أنا. طلع شكرا. شوف شكله مارني طارق يدخل. الله يستر يطرحني. بس مجرم كبير متسول يقتات على الآخرين، هوريك فيه بعدين. فضحيه فضحيه. كان هذا غريبا، ذعر سايمون تماما. والقلنسوة كان يتتبعني عند منزل الأرملة. أنا أشعر أنه متورط مرة. متورط مخلص. متورط، التورط اللي وصل له سايمون خلاه في وضع ارتباك وعدم اتزان، عشان كذا بصيدة وعرف علاقته مع آدم شين. طيب، قسم جرائم القتل، عدد ساعات منذ غروب فين هي 4 ساعات. خلي فين يشوف شغله وأنا أشوف شغلي. متأكد بيرجع لك؟ إيه بيرجع لك، دام إني أسلمتها الثقة الكاملة. أيوة أخذت اليوزر حقها. سايمون. ماذا؟ شنو؟ يا إلهي، ولد مغير هيئته بشكل كامل. راحت المسرح الجريمة حق كالفري. يخفي الأدلة، يخفيهن. لا يتعبان، إذا شكله مخفي
بشكل غير زرع إعادة شعره. إعادة النظر في مسرح الجريمة، في جريمة قتل جاك كالفري. سأتفقد غرفة النوم أولا. تفقدي يا مال. ليس مكانا فسيحا، ولكن دوما أتساءل إن فوت فريق الطب الشرعي شيئا. لحد يتهمها معنا. الناس اللي اتهموها في بداية الحلقة الأولى اسحبوا كلامكم، اكتبوا تحت إنها شرطية صالحة. الفاسدة دي أنا حتى أنا أعتذر إني قلت إنها فاسدة. خلونا نكمل بسرعة بسرعة. كشف الأدلة، خليك سريع مرة. أوكي، سرير وكاميرا. كاميرا هنا، هذه الكاميرا شوف صغيرة مرة. الله يقطع الكاميرا هي تطلع. أوكي بسرعة. وش الثاني؟ بسرعة بسرعة بسرعة. الثالث، الثالث هناك. فوضى عارمة. العلامات منتشرة عبر اللوح الأمامي. طبعا سد نتيجة مركز الانفجار. كان الانفجار موجها جدا. إن علم سايمون بوجود قنبلة لكان من الممكن تفادي الجروح الخطيرة. أكد الطب الشرعي أن تلك الطلقات من مسدس كالفري، لكن لما؟ لما صح؟ أكيد أنه هاجم سايمون صح؟ مهلا. الكاميرا اللي طاحت في الحلقة الأولى وانت ما انتبهتي. والآن ما هذا؟ هذا أهم شيء. تخيل أني أهملتها. جوالها كان HTC القديم. أيها الوغد. صيده كاميرا. أمسكتك. شغلي ما شاء الله. شو الكاميرا دي اللي تصب؟ سايمون صح؟ ما راح اتفاجأ والله اني داري. شوف كالفري وفتاة ليل. ها؟ هذه ما هي فتاة ليل، هذا رجال، بنية رجال صح ولا انا غلطان؟ حرمة حرمة. حسناً الآن هذا. ها. حسناً الآن من هذا؟ من هذا يعني أنت شيء؟ وهذا سايمون جاء بعدين. كان بيطلق على أساس إن اللي يطلق منه على أساس اللي يطلق هو كالفري. وربي انكشفته. يا إلهي. ورب. هذا للأرملة. متأكدة أن هذه نفس القلنسوة التي رأيتها فوق مجفف سايمون. تباً. واو. حسناً، لم يخطر في بالي قول هذا، ولكن جيد أن كالفري كان وغداً. هذا كان من حسن حظك أنه كان وغداً. هذا خطير. خطير مرة. أفلام فاضحة، لا حول ولا قوة إلا بالله. شفنا كل شيء. الحقيقة المخفية. طيب. انت بلا يجي تحد، يمكن تصيد لي الحين داخل هنا. الحين في ادله هنا اكيد. الله، ايه ده؟ وش في بعد كمبيوتر يطلع صوت؟ واش خليت ثابت دخل. والله اني غلطان، كنت بضغط. ماش ماش سايمون وقف. يا الجار. طيح الله حظت، كان مفروض اني صدت. هاللعنة. واحد اخر هرب. انا اللي المفروض ازعل مو انت. توم، هذا يعتبر عيب في الحياة. نحتاج للتحدث. أنا ألتقي. أجل. جلسة تخيط هذي. تخيط أطلع غريفز. هي
الشعر والله نفس القصة يعني. شو ستسوي ذي؟ حسنا نهاية الجزء الثاني. والله أحداث مدوية لا تستمر. والله الأحداث اللي في الجزء الثاني مرة أقوى من الجزء الأول. أنا سويت أشياء غلط أعترف يعني، خصوصا آخر شيء مفروض أني مسكت سايمون، ما أدري هل لو أني ضغطت هذه بمسكة أو بيعركبني وبيهج، ما أدري، لكن الواضح أنه بيهرب في كل الحالات. شفنا أشياء غريبة مريبة، وكشفت لنا سايمون فعلا هو ضليع في هذا الموضوع. لكن ممكن نظلم سايمون، حنا تظلم عقب ما شفته يضرب بمسدس على أساس أن كالفري هو اللي ضرب؟ لا، هذه النقطة لا. ومن هذه الجلسة تخيط تخيط. والله الأحداث هنا خفنا دانييلا ممكن، صح؟ والله الأحداث مرة قوية. المهم تكون هنا نهاية الحلقة الثانية والجزء الثاني من لعبة هيدن أجندة. لا تنسون اللايك التعليق والاشتراكات تفعيل التنبيهات. قلت الاشتراكات حلوة دي. المهم ونبغى نوصل إلى 500 ألف مشترك إن كان في أسبوع واحد. نشر القناة كفيل بذلك، انشر القناة في كل مكان، أخوياك ربعك جماعتك ناسك أصحابك مدرسك دكتورك أي واحد، قلت تفضل هذه قناة واحد يختم، أنا رجال عندي أنا، قالك ها قل عندي أنا، وأنت إذا هذا قولي عندي ما عندي خلاص وس ما لكم شغل. راح توصل بإذن الله في خلال أسبوع، حطيت أنا ثقتي فيكم، خلال أسبوع من الآن راح توصل القناة إلى 500 ألف. لا تكسحوني عاد. المهم نشوفكم على خير في الحلقة الثالثة. لا تنسونا مشاركة عن طريق هاشتاج هيدن أجندة. المشاركات اللي ما أقدر أخذها راح أحطها على الشاشة تشوفونها قدامكم. المشاركات المهمة واللي تتكلم عن أحداث وقصة اللعبة بدون الحرق هي اللي راح أذكرها في الحلقة الثالثة. يعطيكم العافية، نشوفكم على خير، السلام عليكم. أجل طلع مجرم ما؟